عمر عادي هذا، أعطوك 25 مليار ولا 30 مليار بتخدم تخدم حاجة هكاك يعني تنفع المواطنين وتنفع الشعب والرياضيين وقع ما ليش نورمال دير فيها هذا الحطبة هذه كالي بها الباب عادي جدا. تسرى والله تسرى تكون وليا ما كانش نكونو هاسي نورمال كالي كي معك حطبة كالي بها الباب. يولو كان يجيك الوالي والله يجيك الوزير على حين يغرى ما نعرف شا غادي تديروا والله ما على باليش تغادي الإنسان يخدم. الإنسان تمتعوا بالمظاهر الزينة مشاريعنا اللي راح في عامين روطار واللي ما تقدمناش ما فهمتش بسبب المسؤولية هي اللي خلتنا كيما هاك نورمال. احنا هذه تفوت المال تحت عادي نورمال وهاك البروجي راح حبس نورمال جيم عادي عادي جدا عادي جدا لك تشوف البروجي وروطار عامين وكانوا بيدشنوها في سان جوي وبيدشنوها في 18 فيفري 2022 وبغاو يدشنوها في 2021 الا الحمد لله يا ربي التراريس والشبيبه وقفت وبعض المسؤولين اللي خفيهم خوف الله وقفوا المنتخبين ما خلاوش هذا الامر يفوت. هذه هي البيسين من الفوق رانا نهضروا عليها يعني ومن تحت ما كان لها تشوفوا خاص راكم شفتوها قبل من تحت مع كسكاس وصي هذا هو الكسكاس. ايام ما فهمتش انا دروك الانسان هذا اشترى خاسر به يعاودها عادي نحي هذيك هذيك هذاك معليش البالي نورمال هذيك القصعه كومبلي اللي درتها انا الكسكاس نحيه هرسه اي وعاود اخدم واحد جديد وفينيه فينيسيون شابه خاطش على خاطش دراهم صرفت اموال طائله صرفت خدمه للمواطنين ويليق يعني الانسان يكون عند حسن ظن للمواطنين بحيث انه يقدم اعمال في المستوى وتليق يعني بالدولة الجزائرية وتليق بولاية سعيدة وبلدية ولاد إبراهيم خاصة. لا خاطر هذا المنشآت ما غاديش يجيو في كل 10 سنين ولا 20. احنا دينا بيسي الحمد لله يا ربي راها مازال ما دشناش عندها 4 سنين وحاجة وعلى بالنا باللي كي ما تخدمش نيشان وكاع نقعدوا 100 سنة ما عاودش يخرج لنا بروجي تاع مسبح نصف أولمبي لأنها من المستحيل تعاود يخرج لك بروجي خاطر ساكعة الجزائر راها كبيرة الله يبارك قارة واللي قالها مشاريع كبيرة في التنمية وكاع وعليه احنا كي جا البروجي بغينا يعني نكونوا احنا وياكم في الصورة ونحوسوا نلعبوا دور الرقابة يعني كمجتمع مدني ونسلطوا الضوء يعني على هذا التجاوزات إن صح القول ليس للتشهير وإنما يعني لرص الصف يعني ورص الصفوف وتوحيد الكلمة يعني من أجل إتمام يعني مشاريع في المستوى ويكون عندها ديمومة وتخدم يعني المواطنين. هرنا نتبعوا يعني في هذا البيسين ونشوفوا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ما فهمتش والله ما فهمت شوفوها راك تشوفوا بعينيكم ما هذا سموه المسيدي ماكش غادي يدير فيها الطعام ولا غادي يجي فيها الماء والماء راكم تعرفوا الماء يلقى منفذ صغير يخرج منه يدير الكارثة وزيد على بالك الضغط والضغط هذا كل الأعطاب والعيوب اللي في اللي راهم في البيسين هذا باك يزيدوا يكبروا ومن بعد تكون مهددة بالسقوط لأنه الماء فيه الضغط بزاف ماهوش دايرين كسكاس ولا بنخدموا الطعام ولا ومن بعد تلقى الحمام زادهم لك ثم ما يموت الحمام في الطريق عادي جدا. انا مدوخين المؤسسات غير يديروا هكا تدخلهم الحمام ما فهمتش دوك حنا لو كان نشوفوا المنازل تاعنا وكل شيء ما نلقوش الحمام خاطش على خاطش دايرين الكرياجات يعني موفرين نوع من الحمايه يعني للبيوت تاعنا ولا الكراجات ولا ولكن الحياه كي تتعلق بالمؤسسات تاع الدوله ما فهمتش علاه نطلقوا كيما هكاك ما عندناش روح الانتماء ما نبغوا نهردوا ونفوتوا ما فهمتش راكم تشوفوا بعينيكم هالفايونس ولا يعني بريكول يفوت هرد وفوت نورمال عادي جدا خاطش على خاطش الانسان اللي يخدم الخدمه هذه يكون على باله باللي كاين الرقابه وكاين وكاين الردع وكل شيء على بالك باللي ما ينجمش يدير كيما خاطش على خاطش كاين حاجه سموها الرقابه الا ان الانسان من يعرفها باللي طاقه وتستحيا وتاوعنا ونورمال ورانا مريقلين والحيه ومكان والو راكم فاهميني يقدر يدير اي حاجه اي مخالفه اي تجاوزات تجيه عادي جدا. أنا نبغي ننور دائما الشبيبة نبغي كي تمارسوا يعني مهامكم كمجتمع مدني يعني كونوا في المستوى وحنا رانا والمشاهدين نوريهم هذا التجاوزات هذو لأننا مجتمع مدني ماناش باغيين يعني الفلاس للبلاد هذه والمنشآتنا على بهار أين أننا نوريكم هذا الأمور هذه راكم تشوفوا ها على
بالك مهر صاحبة الفايونس دنيا نورمال هر ركاب وفوت نورمال بالك تحسب راهم خادمينها ما فهمتش والله ما فهمت لكم تشوفوها يعني كارثة 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 حقيقية. هيا الشبيبة دركم انتم راكم في بلاصتي هنا هي تقدروا تخلوهم كيما هاك تدشن امر كيما هاك وتسيل من تحتهم في القاقع وما كاش يعني ما كاش بيسينا هيا تفوتها نورمال تقدروا يخليكم قلبكم. الشبيبة الدي بي تي كيما السيد مرابط وكيما بن عيسى كيما راكم تشوفوا بعينيكم على المجلس الولائي الدنيا راكم تشوفوا بعينيكم يعني ها تشوفوا بعينيكم اخويا ما يعني ماهيش حاجه دارقه راكم تشوفوا بعينك قال لك يا مزوق من الفوق واش حالك من الداخل هي هذه دخلوا لها ستاف يعني تاع دي جي اس وحطوهم في وسط على اساس انها سيبورها بروب وكل شيء وهذه اللي عندها شحال من شهر اللي حطوهم وعادي جدا وتستحيا ايا وحنا نقعدوا نصفقوا صاي هذا هو الشيء اللي كنت بنخبركم به هذه راه من الفوق لما كان نعمروها وتشوفها من تحت ولا سي محمد عندكم تنظر كما قلت لكم كسكس يعني تلقى كسكس تلقى حقيقة كسكس هي هنا هذه راه على بالك خاصهم يقعدهمش الماء اصلا يديروا الفوق ما يقعدش يهودوا لتحت هي تخوا تنشوف كيما هكا واحد تفضل شوفوا بعينيكم هذا الشيء اللي نهضروا عليه احنا رانا نقولهم ودي خدمونا خدمة حاجة شابة وانتهى الامر ما يتخدعوناش وصاي هذا مكان هذا هما هذه هي بي سي من الفوق هذه هي البي سي ولو كان نزيدوها شويه دوك تشوفوا كيما دوك هذا مظهر داخلي يعني مهرسين تواقي الدنيا دوك كان نزيدوها شويه تروح خلاص ما تقعدش الله ما قعدت كاع نساوها ديركت ها راكم تشوفوا بعينيك ربي يحفظكم الله يبارك فيكم صحيتكم.